ارحم دين ابونا لو على الكراج جاب اخره، هي هبت منكم عليه الرقم، في حاجه مكفيه نهائي ولا في اكل وشرب وزين وكل حاجه بقت خرا، بنجيبه خرا ليل نهار على النظام ده، نغيب يوم نتفشخوا فيه، ليه يا عم؟ ايه احنا محتلين وما نعرف شيء، ايه البلد كلها احتلوها خلاص، انا بس اللي اعرف في الجمهوريه كلها ان البلد احتلت مثلا ولا ايه؟ مفيش حاجه مكفيه الواحد يني ليه مثلا؟ انتوا قولوا مثلا اني ليه؟ هنقول الحمد لله، قلنا الحمد لله وبعد كده والمصحف والمصحف عليه اطلاق بيت ثلاثه، ما في حاجه مكفيه يا الواحد كفر، عليه اطلاق بيت ثلاثه الواحد كفر، فيش حل وغير حل واحد بس اساسا، ان اخذ العربيه زي ما انا البس في عربيه قدامي وهتبقى موته سهله خالص، اسهل من البنج، ان موتك عربيه في مقدوره من ورا ولبست وخلصنا في الدار، اما في الدنيا مش عارفين نعيشه، مش عليه اطلاق ما عارفين نعيشه، الواحد ما عملش حاجه لا في دنيته ولا في اخرته، في الدنيا مش عارفين نعمل حاجه، في الاخره برضه ولا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا اي حاجه خالص، عايشين زي ما عايشين شي، على الاقل في الاخره عارفين هني ولا هروح في جهنم، هفضل منكوت من تحت، عارف نفسي ليل نهار قاعد مولع لحد ما تفرج بقى، قاعد عارف نفسي خلاص مولع خلاص قاعد، اما في الدنيا ما عملتش حاجه، ولا واحد مش عارف يعيش دنيا ولا اخره، ايه؟ ما كفايه يا عم ارحم دين ابونا لو على الكراج جاب اخره، هي هبت منكم، ده مفيش حد بياخد فلوس زي هي اساسا وشغال وطالع ميتين امي، بسافر كل يوم رايح جاي نحله كلبي بلدي، رايح جاي رايح جاي، ما بلحقش انام غير الاربع ساعات خمس ساعات بالكثير، ده انا بروح من الشغل من هنا ببطل العربيه بفضل قاعد ساعه ساعتين بالكثير تعبان عشان اريح شويه قبل ما اروح البيت، ايه يا عم مشترينا محتلينا واحنا عارفين شيء، ما كفايه كده ده انا زمايلي زمايل مين يقطع يغنى عن ابو زمايل على ابو اصحاب كلهم يا عم؟ ما كانوا احسن ناس على فكره، كانوا دلوقتي علي ان عم الاقي ناكل، كل ما اقعد مع واحد الاقي يحكي لي بغمه فوق دماغه، الواحد خفش من الموت، ضز في الموت، ينعن ابو الموت، خفش من القصه دي نهائي، خفش غير من اللي ورايا، بس عيالي بس، اخفش غيره عليهم، عشان انا هموت من هنا عيال منها اكلهم واشربهم، اقول لك امي وابوي اخواتي، لا ما حصلش، ولا الام ولا الاب ولا الاخوات هيدوا لقمة ولا بق مية لحد من العيال بس كده يعني ايه يا عم هيدوا لهم مية واكل وشرب ما حصلش ما حصلش انا عارف الكلام ده لا يحصل بس العيال هتفضل قاعدة لمين انا عايز اقعد زي ما انا قاعد لوحدي كده اعيش زي الناس وخلصت ده لو الناس عايشة اساسا خلاص بقى يا عم ارحم ميتين ابونا ايه وفي حاجة تانية كمان حكيت سواقين كله يقول لك سواقين تشرب وسواقين تتنيل وسواقين تتنازل عن حقها ده قصة دي فشلانة اساسا كل الحوادث اللي اشوفوها على ميتين ام الطرق ده قلة نوم 80% قلة نوم وتعب وشقى اساسا من السواقين فيش حد يقول لك شرب وغار في داهية ومات وده شغال ده بيشرب ده مش عارف ماله بيشرب وما تجاكم المر ياخدكم دول تعبانين وشقيانين قلة نوم ده هم 10% بغرف داهية بيشربوا ويا ريت كمان هم اللي بيعملوا حادث ما بينيلوش بيعمل حادث اللي بيشرب حتى ال10 الباقيين انتوا 10% الباقيين دول ده قضاء وقدر فرد غارت فيها شيء قاعد لبس في مصيبة قضاء وقدر ما يتفيص جات له غيبوبة سكر جات له مصيبة الناس دعوا بقصة دي كلها يعني خلينا في 80% كاملين ده قلة نوم قلة كل حاجة تعب وشقى كل واحد بيجري على أكل عيشه الناس مش عارفة تنام ولا تشرب كله رايح جاي رايح جاي على طريق صحراوي أنا لسه حاسس اللي بشوفها أحمد ربنا أساسا أحمد ربنا إن إحنا لسه عايشين أساسا في البلد الغريبة اللي إحنا عايشين فيها دي سلام يا عم